السلام عليكم المتابعين، كي دايرين؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غادي نشارك معكم ليوات عمري بالشحمه. قبل ما غادي نبدا في المقادير وفي داكشي العجينه وهذه وهذه، غادي نقول لكم سمحوا لي انا غيبت عليكم شويه، ولكن لاسباب يعني لظروف شخصيه هادشي علاش، ولكن دائما الوجود ديالي راه كاين والجديد ديالي راه كاين ان شاء الله. كنتمنى تقبلوا عليه وتدعمونا وتشجعونا كيف ما دائما. ونبداو بسم الله على الصلاه والسلام على رسول الله. وغادي نبداو دابا بالمكونات والمقادير، وداكشي راكم عارفين غادي يكون خفيف ظريف، ماشي شي حاجه مليوات بالشحمه، اي وحده تعرف تصايبهم، ولكن كنبغيو نشاركو كيف ما كنقول لكم دائما، نشاركو معكم الفكره كنتمنى تعجبكم. شي حاجه عاديه بسيطه ولكن كتكون عندها يعني حلوه ديالها هكا، حتى هي كتكون موجوده في المائده، اكيد ما كاينش شي واحد اللي ما كيحطهمش، ولو لي مره مره كنتوحشوا باش نصايبوهم. ودابا يا الله معنا وما تمشيو فيه. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي الشحمه لي قطعتها رقيقه، حكوها اللي بغى يحكها. هنايا الفلفله مشنضه رقيقه، وهنايا البصله مشنضه رقيقه. كنديروا البصله اكثر من الشحمه، هذه راها معروفه. غادي نديرهم قدامكم في هذه المقيله ان شاء الله، وغادي تشوفوا كل شيء. كنديروا الاول هذه البصله هنايا في المقله. كنتمنى الصوره تكون واضحه يعني تشوفوها مزيان. وكنزيدوا عليها هذا الفلفله، نديروها هنا مع هاد كسميتو. كنشعل عليها البوطه وكنخليها باش تقلى واحد شويه. كندير شويه ديال الزيت غير واحد شويه، مع راكم عارفين الشحمه راه غادي تذوب. كنزيد الملحه، ملحه دائما على حسب الذوق، كاين اللي كيقلل وكاين اللي كيكثر. كنديروا حتى هي غير شويه باش ما نكثروهاش، لان العجينه عاوتاني راه مالحه باش تجي هي هذيك. غادي ندير شويه ديال البزار، كندير عشوائي، اللي بغى يدير بالمعلقه الصغيره يدير هكا على راس المعلقه. شويه ديال الكمون، واحد معلقه صغيره ديال الكمون، وخليه ونكسر البوطه وخليه حتى يتقلى على خاطرو، ونخليوها تبرد شويه عاد نبداو نعمرو بها الملاوي. هاد الطريقه هادي راه اي سيده كتعرفها، ولكن كنبغيو نشاركو الفكره. كنزيد شويه ديال الربيع ديال المعدنوس، انا كندير غير المعدنوس ما كنديرش قزبر. كنبقاو نحركوها حتى كطيح منها هاد البصله والفلفله، اما الشحمه راكم عارفين هي راه دغيا كتذوب. الحشوه ديالنا هي طابت وخليتها كتبرد، هانتوما كيف ما كتشوفوا تقريبا راه بردت. هي العجينه اللي عجنت عجينه عاديه كيف ما كتعرفوا، بالماء والملحه وشويه ديال الخميره الحلوه، وخليتها حتى طلقات. ودابا فرقتها بحال هكا، وغادي نبدا نطلقها باش نعمرها بالحشوه اللي صايبت. تبعوا معايا وغادي تشوفوا الطريقه ان شاء الله. كتخليوها ترتاح باش كتطلق مزيان، انتما ما شاء الله راه دايره دوك الفقاعات هكا. ملي كتطلق وكترخف واحد شويه، كنطلق هاد العجينه مزيان حتى كتبد لي رقيقه، وكندهنها بشويه ديال الزيت اللي صفيت من الحشوه فاش كطيب. كنستقطرها فواحد الصفايه، وديك الزيت اللي كنجمع منها كنديرها فواحد الزلافه، وكنبقى نطلي بها العجين هو الاول. كندهنو مزيان عاد كنزيد ندير ديك الحشوه، وكنفرقها مع العجين. كنطويها كما الملاوي عاديه، ومن بعد كندير شويه درشيشه ديال السميده وشويه ديال الزيت، ونولي نطويها مره اخرى ونكمل لها الطويه صافي، ونحطها حتى نبدا نطيب ان شاء الله. غادي نعاود معكم واحده اخرى كيف ما كتشوفوا، كندير لها شويه ديال الزيت وكنبدا كنطلقها حتى كتطلق مزيان وتولي رقيقه. كنعاود هاد العمليه باش اللي ما شافش في الاول يشوف هكا. وكندهن لها الزيت اللي استقطرت من الحشوه، ومن بعد كندير الحشوه ونبدا نطويها كيف ما العاده. كنطويها الطويه الاولى وكنعاود لها الطويه الثانيه هانتوما، وحنا كنطوي حنا كنسرحوها، كنزيدو نسرحوها
ورشيشه ديال السميده، ومن بعد رشيشه ديال الزيت، وكنطويوها ونحطوها. غير هي شحال ما سرحتوها رقيقه راه كيجي هشيش ومقرمش. ها انتم راه ما حدي كنطوي وانا باقا كنسرحها مزيان، وكنطوي الطويه الاخرى ونعاود يعني نوطي عليها كتسرح مزيان. والرشيشه ديال السميده ضروري باش كتجي مفروقه بالسميده، كتجي زوينه ما كتبقاش هكا يعني رطبه بزاف. وهكا نمشيو معاها كنسرحوها نعاود نطويوها، وها المليويه ديالنا واجده. وفي الطياب راه ملي كنكملو كلشي كنبداو نطيبو. هاد الطريقه هادي كنديروها في المقله ديال الخبز. اللي ما بغاش يدير هاد الملاوي هادو في المقله ديال الخبز اولا ديال الحرشه، يمكن له يديرهم في الفران حتى هما نفس الطريقه. كنستفوهم في اللاطه ملي كنعمروهم كاملين وكنسالي، وكنديروهم في اللاطه وكنسخنوا الفران في الاول حتى كيسخنوا، كننقصوا عليه وكنحطوا اللاطه غير في الفوق، وكنخليهم كيطيبوا حتى كنطلعوا عليهم كنلقاهم صفار وهكايا من التحت، وكنرجعوهم نشعلوا عليهم العافيه من الفوق، وكنخليهم حتى كيتحمروا. راه كيجيو هشاش وكيجيو زوينين يعني كيف كيف، غير الطريقه ديال الفران شويه مختلفه على هاد الطريقه ديال المقله، ولكن في نفس الوقت راه كيف كيف كيجيو. غير كاين اللي كيفضلهم يديرهم في الفران، وعاوتاني الا بغيتو ديروهم معجينه وحده بحال هكا تبقاو ديروا وحده، كل ما تسالي وحده تحطوها، وكل ما تسرحوا العجينه ديروا في وسط منها هذيك اللي دهنتو بالزيت وعمرتوها بالحشوه، وتردوا هذيك اللي عامره بحال هكا حتى كتكملوا تقرصوها وحده كبيره وديروها في الفران حتى هي كتجي زوينه. كنضغطوا عليهم غير واحد شويه ماشي بزاف، غير واحد شويه باش ما كتخرجناش ديك. خليو المقله حتى تسخن مزيان ونقصوا شويه النار، وبداو عاد ديروهم يطيبوا فوق ما كيتحمروا كنعاودو نقلبوهم، راه كيجيو هشاش وزوينين. الطريقه راه ساهله، فوق ما كتحمروا كيف ما قلت لكم كتقلبوهم حتى كياخذوا داك اللون اللي بغيتو نتوما. التقراص راكم عارفين كنطوي عليها غير واحد شويه بحال هكا صافي باش ما كتخرجناش منها الحشوه. وقفي دابا ملي نتحمرو غادي نهزهم نديرهم في الطبسيل. شنقولكم راه كيجيو هشاش شهوة منهم، كنتمنى تجربوهم. هادو هما المليويات اولا الرغايف بالشحمة، هاكي كيجيو دايرين بالحشوة كيجيو ما شاء الله كيجيو هشاش. غادي نقول لكم ها نتوما كيجيو دايرين من الداخل. وهادو خليتهم درت لهم نص طيبه وخليتهم باش نديرهم نجمدهم، وفوق ما بغيت كنجبد وكنديرهم يطيب. وحتى شي فيديو الجاي ان شاء الله ما تنسوناش من اللايكات ودعيوه ديال الخير، ومع السلامه.